رياحين ناضرة غرست في موسم عاشوراء لتنمو أغصانها على حب أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وتزهر أوراقها من المعين الصافي للرسالة المحمدية. للسنة الثانية على التوالي نظم موسم رياحين الحسين ابتداء من ليلة الحادي من شهر محرم الحرام للعام 1440 هجرية وحتى ليلة الخامس منه، بمشاركة 200 طالب من داخل وخارج التعليم الديني. ويعتبر الموسم الحسيني امتدادا لعدد من الأنشطة السابقة التي توقفت كالمرسم الحسيني، كما بيّن الأستاذ ميثم الشايب. موسم رياحين الحسين هاي للسنة الثانية، اللجنة الثقافية بالجمعية الحسينية تقدم هذا البرنامج كبديل إلى المرسم الحسيني اللي استمر عدة سنوات، وارتأت اللجنة أن استنفذ بعض من أهدافه، فاتجهنا إلى موسم رياحين الحسين مع المستجدات اللي فيه، مع تنويع طرق العرض الخاصة بالناشئة. خمس ليالي شهدت حزمة من الأنشطة التثقيفية والمحاضرات التربوية بمشاركة عدد من الأساتذة والمحاضرين من داخل وخارج القرية. بالإضافة إلى أداء أنشودة نداء العقيدة بشكل يومي في ختام البرنامج. وفي اليوم الختامي أقيم عزاء للأشبال بمشاركة النخبة من برنامج سفير الرثاء المقام سلفا، وكان لطلبة التعليم الديني دور بارز في إنجاح الموسم الثقافي بحضورهم ومشاركتهم الفاعلة. أنا طالب مثل الشيخ أحمد، أحضر كل يومين، أستفيد، أتعلم، أصير خادم الإمام الحسين، وأساعد في الماتم، أروح أسمع في الماتم، وأروح العزاء. كل يوم يعلمونا عن شخصية جديدة، يوم الإمام الحسين، يوم العباس، يوم عبد الله الرضيع، واستفيد قصص ومعلومات ما كنت أعرفها من قبل هني في الماتم. وبعد عن نداء العقيدة أستاذ ميثم، أستاذ أحمد، محمد، كاملهم دربونا على نشيدة، بصراحة ما قصروا ويانا، وإن شاء الله السنوات القادمة بعد يدربونا ونصير أفضل وأفضل. بينما عبر أولياء الأمور عن رضاهم بتعلق أبنائهم بثورة الإمام الحسين عليه السلام. مأجورين ويعطيكم العافية على الفعاليات اللي تصير في الجمعية الحسينية، بخصوص أنها تجذبون الأطفال الفئات السنية، وهذه الفعاليات واجد زينة حق أهالي القرية، وندعو كل أب وأخ أن يحث أهل بيته من أطفال من أولاد على الحضور إلى الجمعية الحسينية. هذا الماتم للكل، والفعاليات الأطفال مهما كان عمرهم صغير أن لابد أن بيستفيدون حتى لو شيء بسيط، بس عدم الحضور هذه سلبية، بس حضورهم إلى الماتم حتى لو كان عمرهم 3 سنوات 4 سنوات مهما كان لازم بيستفيدون شيء. أنا لا أجيبهم عمرهم 3 و4 سنوات أحسهم مستفيدين، يومي يسألوني عن شيء، هذا منهم الصاير ليش جايين، وعندهم أشياء يومية أشوفهم يستفيدون منها. واحد يسألني منه الإمام الحسين، واحد يسألني منه العباس، فيكونون أن يومي حصلون لهم معلومة لو صغيرة. بس أنا أحث أهالي القرية إلى الحضور إلى الجمعية الحسينية، والله يعودنا وياكم إن شاء الله في حال أحسن من هذا الحال إن شاء الله.